السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درس من دروس مكارم الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأخلاقهم، وأن يطيب أقوالنا وأقوالكم، وأن يصلح أعمالنا وأعمالكم، وأن يخلص لنا نوايانا ويخلص لكم نواياكم، اللهم آمين. المجلس منعقد لبيان عدم اليأس من رحمة الله، فالمؤمن لا يكون يئوسا، يجتهد كي لا يكون يئوسا، بل يكون متفائلا كريما. لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط أحدا من رحمته. الدرس معقود لبيان أن العسر يتبعه يسر، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال عمر رضي الله عنه: إنه مهما ينزل بامرئ من شدة إلا كان بعدها الفرج. وقال: لن يغلب عسر يسرين. عمر يقول رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين. وقال تعالى في كتابه الكريم: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلا معنى لليأس عندنا، الحمد لله. لا تكن يئوسا يا ابن آدم، يا أيها المؤمن. إن الخليل عليه السلام لما بشرته الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لما بشرته الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكانت امرأته عاقرا كذلك، وأيضا رزق بإسماعيل عليه السلام، قبل ذلك كله الملائكة تبشره وهو يقول لهم: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فعلمنا درسا فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وحفيده يعقوب عليه السلام، والكلام من مشكات النبوة، حفيده يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه وهم يصفونه بالتخريف إذا ذكر يوسف، يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يأس أبدا من رحمة الله، لا يأس من روح الله ولا قنوط من رحمة الله. ولن يغلب عسر يسرين، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. وقديما قالوا: ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ويقول القائل أيضا: ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. وفي كتاب الله قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فوصل بهم الأمر إلى هذه الحال. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سئل ابن عباس عن الآية فقال سبحان الله كانوا بشرا، أي يتسرب إليه ما يتسرب إلى البشر. وسئل ابن مسعود عنها فقال هو الوجه الذي تكره، أي تكره أن تسمعه يا عبد الله. يعني لم يرد ابن مسعود أن يستطرد في تفسيرها حتى لا يزل لسانه في حق المرسلين، فقال إجمالا لسائله هو الوجه الذي تكره. أما عائشة فكانت ترى رأيا آخر في الآية. أيضا قال تعالى في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وصل بهم الأمر إلى أن قالوا متى نصر الله، فيجابون ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ولقد قال تعالى لكل نبأ مستقر، أي مشكلة كانت، مشاكل الدنيا لها مستقر، تسمع خبرا مفزعا بعد مدة يقل الحديث فيه وتهدأ الأمور وتأتي أمور أخرى. وقال وكل أمر مستقر، لكل نبأ مستقر، وقال وكل أمر مستقر. والناظر إلى أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام يرى أن الشدة بلغت بهم مبلغها مبلغا عظيما، وبعد ذلك يأتي أكمل الفرج وأتمه. فإذا قرأت هذا استبشرت وبشرت الناس ولم تنفرهم من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، بلغت الشدة به منتهاها، قيدوه وربطوه وسيقذفونه في النار، والنار عظيمة، وقد وصفها الله بقوله قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فبنوا بنيانا عظيما حتى يطرحوا إبراهيم منه في النار، فإذا حتى لم يمت من النار، إذا سقط ولم يأتي في النار، سقط ومات من السقطة. ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، هو ثابت واثق في الله سبحانه وتعالى، وبالفعل يرمونه في النار، يقذفونه فيها، ولكن ربي سلم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أي شيء أعظم من هذا الإعجاز، من هذه الرحمة؟ يؤمر بذبح ولده الذي جاء على الكبر والذي سعد به إسماعيل عليه السلام، ويستشير ولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فبكل توفيق من الله وبكل ثبات يقول يا أبت افعل ما تؤمر، ليس ذبحي فقط، أي شيء أمرك به الله فافعله. وأسلم وتله للجبين، طرحه على وجهه وأتى بالسكين شحذها، حمى السكين لكي يذبح ولده بسرعة، والولد مضطجع على وجهه حتى لا تأخذ أباه الشفقة به
أسلم وتله للجبين. أي شدة أعظم من هذه الشدة؟ ولكن ينزل الذبح العظيم وينزل الفرج الكبير، ويوصف إبراهيم بأجمل وصف: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. فينزل ذبح كبش عظيم على ما قاله العلماء، كبش هائل عظيم ينزل من عند الله، ويكشف الكرب عن إسماعيل وعن والده إبراهيم عليه السلام، ويذبح الكبش مكان ولده إسماعيل عليه السلام. أيضا يترك إبراهيم عليه السلام، هاجر عند الحرم، وليس عند مكة، عندها في مكة جليس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع، جبال وواد غير ذي زرع، عفوا واد غير ذي زرع، ليس عندها زرع ولا معها شاة ولا معها بقرة ولا شيء، يتركهم هي والوليد إسماعيل عليه السلام، وما فقط ما زاد فيها بعض الماء، وينصرف عنها. تناديه: يا إبراهيم أين تذهب؟ يا إبراهيم تتركنا هنا لمن؟ يا إبراهيم تتركنا لمن في هذا الوادي؟ ما في بشر ولا أكل ولا شرب إلا القليل من الماء، ولا يلتفت إليها. يا إبراهيم، وهو تاركها ويغادر البلاد، يا إبراهيم، ووفقت لسؤاله: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، أمرني ربي به. فقالت مقولة صدق: إذن لن يضيعنا. فينصرف ويبتعد عنها، ويمد يديه إلى السماء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ينصرف فيفنى الماء الذي في المزادة، ينتهي الماء من هاجر، والولد يتلمظ يريد أن يشرب، يرضع، ما في الثدي لبن، أمه جائعة عطشان، ما في أكل ولا شرب. تذهب ذاهبة من على الصفا، تجري إلى المروة جريا، تقف عند المروة تنظر يمينا شمالا لعلها يأتي لها الفرج، ذاهبة آيبة ذاهبة آيبة. وبعدها في النهاية تسمع صوتا فتسكت نفسها بقولها: صه، أغث إن كان عندك غواث. فيسكت، بعدها يسمع الصوت: قل أغث إن كان عندك غواث، وتدعو ربها وتجتهد في الدعاء. فيأتي جبريل أو ملك يضرب الأرض فتتفجر زمزم من وسط الصخور، من وسط الصخور تتفجر زمزم ماء معينا ظاهرا لها على وجه الأرض، تشرب وترتوي وتأخذ من كل، تأخذ تشرب وترضع ولدها، وتحمد ربها وتلم الماء تزمه. قال النبي: لو تركته لكان عينا معينا على وجه الأرض على طول. لكن بئر. الشاهد أن قبيلة جرهم كانت بعيدة عن مكة،
فرأت طيورا تسرح وتطير حتى تأتي حول الحرم. قالت: الطيور هذه لا تطير إلا هناك ماء تشرب منه. تتبعوا الطير فوصلوا إلى هاجر عليها السلام، فرأوا الماء والنعم، قالوا: لا، أتأذنين لنا أن نشرب من هذا الماء؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم فيه، الماء مائي وبعد ذلك تشربوا كل شيء يتفق عليه. فعاشت أجمل معيشة معهم، تربى فيهم إسماعيل وزوجوه منهم عليه الصلاة والسلام. فجاء العسر بعد اليسر، جاء اليسر بعد العسر، وسارت هي الأخرى قبل هاجر. ابتلي إبراهيم ودخل بلاد الجبابرة، يدعو إلى الله ويذكر، فدخل على بلاد الجبابرة مع زوجته سارة عليها السلام. وسارة أوتيت شطر الحسن، عفوا، حفيدها يوسف أوتي شطر الحسن، وكانت هي في غاية من الجمال والحسن. فقالوا للجبار الذي يحكم البلاد: دخلت امرأة هي أجمل امرأة على وجه الأرض، دخلت بلادك. قال: أتوني بها. فذهبوا سلبوها من إبراهيم. وماذا يصنع الخليل؟ قام يصلي يدعو ويجتهد، وهي دخلت على الجبار فمد يده لتناولها. قالت: اللهم كف يد الكافر. زوجها الخليل يده شلت يده. فقال: ادع الله لي ولن أقربك. قالت: يا رب، لا يقولون عني ساحرة، اللهم فك يده. فغدر وجاء مرة ثانية يمد يده لها، قالت: اللهم كف يد الكافر. ثلاث مرات ويمنع، فقال: أخرجوها من عندي، أتيتموني بشيطان لم تأتوني بإنسان. وأخدمها هاجر هدية، أخذت هاجر كأمة. أهدت سارة هاجر لإبراهيم واقف ينتظر الأخبار، ماذا سيصنع بزوجته؟ فقال: ماذا عندك يا هاجر؟ قالت: يا إبراهيم، أما شعرت أن الله كف يد الكافر وأخدم وليدة؟ هذه الوليدة مني هدية لك. فحملت هاجر من إبراهيم بإسماعيل عليه السلام الذي هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جده الأبعد. فالعسر يتبعه يسر. دخل هذه الشدة كان بسببها أن أخذت هاجر لإبراهيم وأنجب منها إسماعيل نبي الذي كان من ذريته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكرم عظيم، كرم عظيم. فالعسر دائما يتبعه يسر. من ابتلي بعدم الإنجاب وداخ في البلاد لا تيأس من رحمة الله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. لا تيأس أبدا من رحمة الله، لا تيأس، فالعسر يتبعه يسر. وهكذا إن نظرت إلى عموم الأنبياء كلهم مروا بالشدائد، ما في نبي إلا مر بالشدائد. موسى عليه السلام حصل له ما حصل، تقدم الحديث عنه في قصة مطولة، وأنه وصل إلى بلاد مدين وهو غريب، ما معه مال، ما معه كبير طعام، فجلس بعد أن سقى المرأتين في الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاء الفرج، جاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فالبنت في تعب، كل يوم راعي غنم وذهب تسقي الغنم وترجع الغنم. ثاني يوم فرج الكرب عنها وعنه، تزوجها موسى في يوم وليلة وانتهت القصة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
إذا نظرت إلى يعقوب عليه السلام حفيد إبراهيم، وكما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعقوب حفيد إبراهيم ابتلي بفقدان يوسف ولم ييأس أبدا أبدا، إلى أن جاءه القميص ألقي على وجهه فارتد بصيرا. تخيل الفرحة والسعادة التي عمت أسرة يعقوب آل يعقوب لما يأتيهم الخبر بعد مصيبة بعد مصيبة بعد مصيبة، أخوه أخذ على أنه حرامي وهو بريء، والدنيا شيعت اسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، كل يقول ابن يعقوب سرق، والابن الآخر ما نعلم أين ذهب، بلاء عظيم. ولكن بعد ذلك يلقى القميص على وجه يعقوب، يبصر بعد العمى، ويقال له ابنك يوسف هو عزيز مصر، وهو رجل في بادية كنعان في الأردن في البدو، ابنك يوسف الذي كنت تبحث عنه الآن عزيز مصر، يقول لك تعال أنت وكل الأسرة. والابن الثاني، الابن الثاني مبارك مع يوسف، يوسف أخذه معه، كل ينتظرك، يجمع الأهل والأولاد وكل الجمع، هيا إلى مصر. فسبحان الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وانظروا كيف وأن المعصية تذل والطاعة تكرم. إخوته الذين تآمروا عليه وكانوا يقولون اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا بعد قوما صالحين، يقف موقف الضعف ويقولون وهم لا يعرفون يوسف يا أيها العزيز، والكرب اشتد بهم الآخرون، فقر شديد ومجاعة حلت بهم، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يوسف الذي ظلم يقولون له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، الذين ظلموه يقولون ذلك هم لا يشعرون به، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، هم في كرب عظيم ومجاعة، فآتيهم الفرج أيضا هم ما صنعوه، فيقول لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون، أئنك لأنت يوسف، تحول الكرب العظيم ما صنعوه فيه إلى فرح، وجدوا أخاهم الذي ظلموه لعلهم يتحللون منه، لأن الذنب يؤثر في النفس، والمذنب إذا كانت عنده نفس لوامة يريد أن يرى المظلوم كي يطلب المسامحة والعفو. فتح لهم باب التوبة، وهذا من أعظم الفرج، تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين. موسى عليه السلام منذ مهدي والابتلاءات تتوالى عليه وتكشف، تكشف الكروبات، أمه في رعب وخوف شديد من شفار الذباحين والمواسي والسكاكين، والفراعنة الجبابرة يمرون كل يوم على المواليد الجدد يذبحونهم، حملت وضعت، وفي حب عظيم لموسى المولود الجديد، وفي ذات الوقت تخشى أن يذبحه الجبابرة، تخشى أن يذبحه الجبابرة. اقفل اقفل يا عبد الرحمن. فالشاهد من هذا أنها ألقت الولد في اليم
بعدها جاء ابنها بتوفيق من الله، حرمنا عليه المراضع من قبل، وما التقم ثدي امرأة إلا أمة فأكرمت برجوع ولدها إليها. ثم بعد ذلك ماذا كان؟ تدخل بيت الفراعنة الذي كانت تخشى من أي جندي منهم، تدخل بيت الملك نفسه المتكبر الجبار الذي يقول أنا ربكم الأعلى، وتكرم في البيت غاية الإكرام. موسى عليه السلام يرجع من بلاد مدين بغنيمات، ويأتي في طور سيناء راعي غنم ماشي ما معه إلا الله ثم عصا في يده وزوجته وأولاده والغنيمات التي معه، أخذها من بلاد مدين، جمع مبلغ صغير من المال، اشترى به معزتين أو بعض الغنم وبعض الدواب وراجع من بلاد مدين. تخيل منظره، راعي غنم ماشي معه عصا، هو وأولاده أو بناته والزوجة والغنم معهم، يمشون شوية ويستريحون بعض الشيء، يمشون شيء. جاء في سيناء عند الطور تاه، ضل الطريق، البرد شديد، الليل بهيم شديد الظلام، الرياح شديدة، الخوف أيضا يتسرب إلى بني آدم، خايف على أهله من البرد الشديد، يضرب الأحجار، يوري الزناد فلا ينقدح، فلا تنقدح النار. تاه في الطريق ما يدري ماذا يصنع، والذي يتوه في الصحراء هذه بلية كبرى، فيبصر النار، انتظروا إني أنست نارا لعل أتيكم منها بخبر أو أتيكم بشبقة بس لعلكم تصطلون. يذهب يأتي أعظم فرج، إني أنا ربك فأخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك رسولا فاستمع لما يوحى. أي فرج وأي كرم من أعظم من هذا الكرم؟ يرجع إلى زوجته القلقة عليه، أين تأخرت يا موسى؟ أين كنت يا موسى؟ كلمني ربي، كلمك الله؟ أي فرج بعد هذا الفرج؟ أي فرج بعد هذا الفرج؟ وأي إكرام بعد هذا الإكرام؟ مريم عليه السلام تأتي بابنها عليه السلام بعد شدة وعناء وقلق شديد، حملت ووضعت، كيف واجه الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليتني كنت قطعة قماش مهملة يمسح بها دم الحيض وترمى في الزبالة. لا، فيأتونها ويشددون عليها، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فينطقه الله، إني عبد الله آتاني الكتاب في المهد. فبعد أن كانت متهمة تصبح عزيزة معظمة مكرمة، والفضل لله سبحانه. وحتى امرأة ليست بنبية ولا رسولة ولا امرأة حرة حتى أما من الإماء، كانت جارية عند عائشة، أما من الإماء، فكانت هذه الجارية دوما تقول عند عائشة، ويوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنهم بلدة الكفر نجاني. قالت لها عائشة، ماذا تقولين؟ ما هذا البيت الذي دوما تسمعين إياه؟ قالت، البيت له شأن معي يا أم المؤمنين، إني كنت عند قوم ففقدوا وشاحا مثل الإشرب الخفيف المطر المزين بالذهب ومرصع بلؤلؤ، مهم وشاح غالي الثمن. قالوا، أنت سرقتيه، أقسم لهم ما سرقت ما يصدقونني، وضرب مستمر، فتشوا كل شيء حتى فتشوا القبل. فبعد وهم يفتشونني ويضربونني، يا سارقة يا من بك وبك، وكان وشاحا أحمر، تأتي حدية حداية ترفرف من فوقهم وتلقي بالوشاح على رؤوسهم وهم ينظرون إليها، وتلقي الوشاح
كيف ذلك؟ الحدية ظنته لحم فصادت به، وبعدما وجدته لحما رمته، فكانت فبرأها الله تبرئة عظيمة. فكانت تقول: ويوم الوشاح من تعجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فالمتهم البريء يأتيه الفرج ولو بعد حين، وإن لم يأتي في الدنيا سيأتي في الآخرة. زيد بن أرقم سمع عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذهب وأخبر الرسول بالذي قاله عبد الله بن أبي بن سلول، فجيء بعبد الله بن أبي بن سلول، أقسم بالله ما قال، أقسم بالله ما قال. فاشتد أهل زيد بن أرقم عليه وتحاملوا عليه: ما جنيت إلا أن أبغضك رسول الله وكذبك ابن أبي. فبلغ به الهم مبلغا شديدا، فنزل على الرسول قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فاستدعى النبي زيد بن أرقم: تعال يا زيد، إن الله قد صدقك يا زيد. فكانت الأنصار به تفخر ويقولون: من الذي وفى الله له بأذنه، يعني صح الله سماعه، ما سمع غلطا، رضي الله تعالى عنه. تتوالى هذه المواقف. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأسكنها فسيح الجنان، تتهم في أرضها ويستمر الاتهام ويشك فيها حتى المقربون منها، حتى أن الرسول يقول لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. ولكن ماذا تقول؟ تقول: لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فتنزل براءاتها من السماء ويتلوها الرسول صلى الله عليه وسلم، ففرج بعد الشدة، وإنما العسر يسرا. الرسول سحر شهرا كاملا يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فدعا ودعا ودعا إلى أن جاء الفرج وهو نائم في رؤيا منامية: سحرك فلان في بئر ذروان. فيكشف الضر بإذن الله عن رسول الله. يوسف الصديق في السجن زمنا طويلا، سنوات، فلبث في السجن بضع سنين. خلاص، ماذا يصنع في السجن؟ السجن مع السكير، مع الأربيد، مع الخمار، مع الدعار، سجن في بلاوي والعياذ بالله. قل الصالحون الذين في السجن. تأتي تنام، المكان ضيق، ما انت عارف تمدد رجلك، ما انت عارف سجون سيئة والعياذ بالله، نعوذ بالله منها. فماذا كان؟ ماذا كان؟ فجأة وهو في السجن إذا بربي يري ملك مصر رؤيا: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاف. فجأة السجين الذي نجا قل: أرسلوني أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلوني. يشعر يوسف، الباب يطرق، باب السجن يطرق: يوسف، ما الخبر؟ ليست له وسطة، وليس له ضابط قريب ابن عمه، ولا وزير، ولا أي أحد صاحبه. رجل غريب كان يعمل عبدا عند العزيز واتهم ودخل السجن. يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات. ويأتي الفرج في لحظات ويرجع يقول الملك: ائتوني به. يأتون يقول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. يرجع يسأل النسوة: ارجع ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن لك يا يوسف، افعل، تقلد أي وظيفة أنت تريدها، اجعلني على خزائن الأرض، عزيز على مصر، إني حفيظ عليم. فيا لها من مواقف محمودة العواقب. أيوب عليه السلام
لبث به البلاء 18 عاما ورفضه القريب والبعيد، وفجأة على لحظة يخرج لقضاء الحاجة مع زوجته، وكل الناس انفضوا عنه وكل الناس سئموا منه، والذي يتمنى أن يموت والذي يتمنى ويتمنى استثقله الناس، ولكن اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب، راح يقضي الحاجة يتغوط، قيل له اضرب برجلك، اضرب الأرض ضربة برجلك، ضرب الأرض ضربة برجله، إذا بها تتفجر يا نبي، هذا مغتسل بارد، اغتسل، كل داء ذهب من جسمه، شرب اشرب، كل داء ذهب في بطنه، كل داء ذهب من بطنه، خر عليه جراد من ذهب ملأ أنظرين كان معه، فتغيرت الأحوال ورجع أجمل ما كان وأحسن ما كان وأسرى أسرى أسرى من أسرى أي واحد في بلده، بعد فقر شديد ألم به من كثرة ما ينفقه المريض في مرضه. حقا الفرج بعد الشدة. زينب بنت جحش الفاضلة العابدة طلقت زينب بنت جحش وهي امرأة صالحة، لكن كان في لسانها بعض الحدة، بشر جبلت على هذا، لسانها حد بعض الشيء تحتد وترجع عن حدتها، تحتد وترجع عن حدتها بسرعة، لكن ما صبر زيد بن حارثة عليها وكان متزوجا لها، وهي بنت عم رسول الله أمها أميمة بنت عبد المطلب، وزيد حب رسول الله والنبي زوجهما لبعض، جاي زيد يشكوها والرسول يوصيه أمسك عليك زوجك واتق الله، طلقت زينب بنت جحش، وطلاق المرأة كسرها طلاقها، ولكن مع حسن الاعتصام بالله يأتي أحسن الفرج وأجمل الفرج. انتهت عدتها، انقضت العدة، يقول الرسول لزيد اذهب فاخطبها لي يا زيد. زيد لما سمع الرسول يريد خطبتها قال فعظمت في صدري جدا لا أستطيع أن أنظر إليها. وصل إلى بيتها يا زينب إن الرسول أرسل يخطبك فانظر إلى ردها. تقول بحزم وثقة في الله ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. واحد جاء الرسول يخطبها قل ما أنا بصانعة شيئا، انظر إلى صلتها بالله وحسن استخارتها واستعانتها، ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. وتدخل المسجد لا لعيب في رسول الله، ولكن قد لا تؤدي للرسول حقه فتهلك. ما أنا بصانعة شيئا، يعني لا، ليست السعادة تغمرها أنها ستكون أمة للمؤمنين، إنما هي تخشى على نفسها أيضا من أن لا تؤدي للرسول حقه. ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فيا له من خلق كريم حسن. تدخل مصلاها تسجد وتصلي لله صلاة الاستخارة، وينزل على النبي الوحي من السماء فلما قضى زيد منها وطرا زوجنك فوليها الله، والواسطة جبريل عليه السلام، والزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تفخر على أزواج النبي بقولها كلكن زوجكن أهليكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. فبمثل هذا فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مات أبو سلمة زوج أم سلمة، وهو أول بيت هاجر إلى المدينة، رجل صالح أبو سلمة. مات أبو سلمة زوج أم سلمة، مات، فحزنت أم سلمة لموت حزنا شديدا، وعندها أولاد وبنات منه،
لكن علمت من رسول الله أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن الله هنا لي رجعون. فكانت تقول الحديث اخلف لي خيرا منها، تقول من هذا الذي خير من أبي سلامة؟ أول بيت هاجر إلى المدينة ومن أوائل المسلمين، أي بيت أفضل منه؟ لكن امتثلت الأمر، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فإذا بالرسول يرسل لخطبتها، من خير من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فحقا إنما العسر يسرا، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كعب بن مالك صدق رسول الله لما تأخر عن الغزو وجاء المعزرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، لما رجع النبي من تبوك كل جاء يعتذر ويشكو عذرا كاذبا أو صادقا، فجاء كعب بن مالك وقال يا رسول الله أنا كنت في أحسن أحوالي يا رسول الله وصدق مع الرسول، فقال أما هذا فقد صدق، تزر حتى يأذن الله في أمرك، يقاطع 50 ليلة ولا يكلمه مسلم، وتبعد عنه زوجته، حتى أقرباؤه لا يردون عليه السلام، يذهب لأبي قتادة ابن عمه، يا أبا قتادة أتعلم من يحب الله ورسوله؟ فيقول الله أعلم، الله أعلم، ما يجيبه ولا يتكلم معه، إلى أن يأتي الفرج بعد أن ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فتنزل التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. الرسول يوم الأحزاب كما وصف الله، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، حاصر المشركون من جزيرة العرب كلهم مدينة رسول الله، والرسول حفر الخندق، ولكن آلاف المشركين يريدون الانقضاض على المدينة وقتل الرسول وقتل كل الصحابة واستباحة نساء المدينة، تدمير المدينة عن آخرها، حتى إن الرسول يقول للصحابة من يأتيني بخبر القوم، كل يسكت، الزبير يقول أنا في مرة من المرات. لكن جاء مرة أخرى في الليل والجو برد شديد، من يأتيني بخبر القوم؟ كل الصحابة سكتوا، الجو مخيف، مسلحون حول المدينة يريدون اجتياح المدينة، واليهود خانوا من قبل مكانهم في أطراف المدينة، وسيدخلون المشركين من الجانب الآخر ينقضوا على المسلمين. وصف الله الحدث بقوله وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، فقال بعض المنافقين محمد كان يقول سنأخذ كنوز كسرى وقيصر، ما نستطيع نذهب للخلاء نقضي حاجتنا، ويطعنون في الرسول، هذا الذي كان يقول إنكم ستفتحون كنوز كسرى وقيصر، كيف يقول هذا الكلام الآن؟ معنا مستطيعين نرى أولادنا والحمام، ما نستطيع نذهب للخلاء من شدة الخوف. ولكن في لحظة تأتي الرياح تدمر خيام المشركين وينفضوا مسرعين، كل يمعن في الهرب، وبعدها يذهب الرسول، قوموا إلى بني قريظة، يأتي جبريل، يا محمد وضعت سلاحك؟ أنا ما وضعت سلاحي ولا وضعت ملائكة وأسلحتها، قم إلى بني قريظة. فيذهب إلى بني قريظة الخائنين الخونة ويغنمه الله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فحقا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلهم النبي في غزوة مع أبي عبيدة بن الجراح يعترضون عيرا للمشركين، نفد الزاد منهم، ما بقي معهم إلا بعض التمر ما يأتي بزنبيل تقريبا. فأبو عبيدة وهم 300 شخص
يعطي كل واحد تمرة تمرة. فالسائل يسأل الصحابي الذي روى الحديث: كيف كنتم تصنعون بالتمرة؟ يقول: لقد عرفنا قيمتها عند فقدانها. قالت: كادت التمرة أن تنفس. يقول: نمص النوى، نأكل التمرة ونمص النوى، أو ندقها نطحنها حتى سنموت من الجوع. قب عظيم هو فيه، سيموت جوعا. فجأة يلقي الله حوتا من البحر على البر، حوتا هائلا ضخما عظيما. تخيل أن هذا الحوت الضخم العظيم الذي ألقي على البر يأخذونه، ما يستطيعوا يسحبوهم من طول وعرض، يأتون بالعظم، عظم الفم، العظمتين يعملهم خيمة ويناموا تحت الخيمة، العين مجوفة قدر الغرفة، يأخذون من العين دهنا ويأكلون منه، وهم 300 استمروا شهرا يأكلون منه. تخيل عظم هذا الحوت، كم 300 رجل لمدة شهر يأكلون منه، وحملوا معه إلى المدينة. قال أبو عبيدة: رزق ساقه الله إليكم. عين غرفة مجوفة بعد أن جوفت ينامون فيها. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا تيأس يا عبد الله من روح الله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة تنال بالصبر واليقين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، بأوامر ونواهي، فأتمهن. قال: إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة تنال بالصبر واليقين. فلا تيأس أبدا من رحمة الله، ولا تيأسي يا أمة الله من رحمة الله. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كتاب الله مليء بهذه الأخبار الطيبة التي تعطينا التفاؤل. ولا نيأس أبدا من رحمة الله، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. فمن الأخلاق الكريمة عدم اليأس من رحمة الله. أحسن من قال: ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. والآخر يقول كما سلف: ولرب ضائقة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. وأحسن من ذلك، وأفضل من ذلك، وأكرم من ذلك: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.